قالوا عن أكتوبر: ليس هناك شك من الوجهة الاستراتيجية والسياسية في أن مصر قد كسبت الحرب. كفاءة الاحتراف في التخطيط والأداء الذي تمت به عملية العبور لم يكن ممكناً لأي جيش آخر في العالم أن يفعل ما هو أفضل منها. تريفور دي بوي، رئيس مؤسسة هيرو للتقييم العلمي للمعارك التاريخية في واشنطن.